طبعا كانت بداية قدومي للمنطقة بأوائل 2012، طبعا قدمت إلى مدينة البوكمال وبدأت صناعة الأجبان والألبان من وصولي تقريبا، والحمد لله لساتني مستمر لحد الآن بالمصلحة. أنا أبو أحمد الحمصي، نازح من محافظة حمص مدينة القريتين. معقولة ما تجي الجنة اليوم؟ أي إنسان نازح واجه صعوبات كبيرة يعني بالنسبة لل طبعا الحليب كان غير متوفر أثناء فترة النزوح، طبعا الناس كلياتها كان عندها مشكلة مثل ما بيقولوا بموضوع الحليب، والحمد لله انحلت مع قدوم العالم، ولكن مو مثل أولي. طبعا قبل النزوح كان الوضع مختلف تماما. اليوم أغلب الناس باعت الحلال ونزحت، ولما رجعت الناس ما حسنت تأمن مثل ما كانت مأمنة بالأول. والله لا، الحليب في أكثر من مصدر طبعا بالنسبة للحليب. طبعا أنا كنت بسوسة قبل ما أنتقل على مدينة هجين، وعندي هناك بيوت للحليب، أجيب من الحليب ولحد الآن الحمد لله لساتني متعامل معهم يعني، وأجيب منهم حليب في بهجين، ولكن كمية قليلة جدا من هجين كمية الحليب. طبعا هون أبناء المنطقة هم لهم زمان بيقولوا ولهم مكان مخصصة أولى مني ما أقول بالحليب. والله الأغلب التصدير إنتاج محلي طبعا ضمن الخط الشرقي، طبعا يعني سوق هجين، أبو حمام، الباغوز، السوسة، شعفة، الإقبال موجود والتسويق جيد يعتبر نوعا ما الحمد لله. طبعا على كمية الإنتاج طبعا هي تغطي السوق باعتبار كمية الحليب قليلة، ما يعني ما في كميات فايضة أنه مشان تقوم بالتصدير لبرا. طالما بضاعتك نظيفة وطعمها جيد فالأهالي تلقائيا راح يقبلون عليها.